صباح الخير عليكم، وعيدكم بارك مسعود وباش ما تمنيتو بالصحة والسلامة والرزق والتيسير والسعادة وراحة البال وأي حاجة زوينة زوينة زوينة. أنا بنتي يلاه فيقة من النعاس، شوفوا وجهي منفوخ. المهم يلاه عاد دابا فقت شوية من النعاس، ما قديتش نوض والله، ما قديت البنات. هادي دابا 8 ديال الصباح ولكن فاتيغي ديال المعقول. كلشي كلشي ناض، بقيت غير انا اللي مازال ما قديتش نتزعزع من بلاصتي، باغيين يذبحوا بكري حيت بابا يلاه جا دابا من المصلى وانا حتى هو والدراري. المهم وبغاو زعما يذبحوا بكري، وديجا خاص نورمالمون يذبحوا بكري حيت راجلي خدام. ايوا واش نقول لكم، راجلي معايا يمشي للخدمه مع 11، يعني خاصنا نكونوا ذبحنا الحوانه وتعاوننا فيهم وداكشي. ايوا كينوضوني وانا والله ما قاده نوض، ما قاداش. جيت هزيت رميت عليا غير هادي ولبستها باش غادي نمشي لعندهم هذا نحضر العيد بيان سور الضحيه. وهذا البارح 3 ديال الصبح تقريبا عاد رجعت من السونتر، راكم عارفين الخدمه ديالنا والدومين ديالنا يعني فريمون صعيب 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 صعيب، وفوقاش كتكون عندنا خدمه كثيره واللي ماشي نورمال في الاعياد وفي المناسبات، راكم عارفين دخول المدرسه الصيف هادو فريمون كتحسي براسك بان راه العياد ديال بصح. هادشي راه كيكون اصلا حتى في اليامات العاديه، في اليامات ديال الصيف عاديه راه هكا كندخلوا معطلين. البارح راه حنا نضنا دابا نضنا راه حنا دخلنا شويه بكري، اما نورمالمون 5 ديال الصباح، لا عام الاول ولا ولا عام الاول 5 ديال الصباح عاد كنا كنساليو. ايوا المهم البارح راه صافا كيف ما قلت لكم، ومنين جيت راكم عارفين ولا عاد ندير شي حاجه، عاد ندير شي كيكه ولا هذا. لقيتهم كلهم تيقولوا لي معاك شي كناعس شي فاي، كنتي كيقولوا لي راه شوفي ما ديري حتى شي حاجه، حنا العاده ديالنا كيف ما هي راه غنفطروا بولفاف. قلت لهم الله من جنتي وناس، قلت لهم حتى انا خديت منكم داك القاعده، يعني راه دائما ملي كنعيط في داري واخا كنوجد انا على مثبت بناتي ولا هذا والله ما كناكلوا، حنا انا وانس كنبقاو هكاك حتى كناكلوا بولفاف. ايوا هي هادي، قالوا لي يعني بلا ما توجدي، لا بغيتي ديريها زعما العشيه وشي حاجه داك سوقك، ولكن بلا ما الصباح راه حنا كنفطروا بولفاف، كنبقاو صايمين حتى نفطروا بولفاف. قلت لهم من جناتي والناس. ايوا المهم ما درت والو، بقيت شحال كنهضر معاهم كنرسي لي خاصو يترصى وهذا وهذا، واصلا والله العظيم البنات الا جيت بظهري تيقتلني بالحرك ما شكيت عليكم. دابا اليوم راني صابحه، راني صافا يعني فيزيكمون صافا، ولكن مازال باغا نعس حيت ما نعسناش بكري، نعسنا تقريبا حتى شي 4 ديال الصباح، 4 وقسماين هكذا، كنت حطيت التليفون ديالي باش نعس وصافي. وانا يعني يلاه فقت وما راه فاقوا بكري يعني باش مشاو للمصلى وداكشي، انا ما قديتش والله ما قديت، يلاه عاد فقت دابا. ايوا صافي ان شاء الله باذن الله غادي نهبطوا ندوزوا ان شاء الله الاضحيه ديالنا ندبحوها، وخا صراحه انا ما مقاده ما مزوزه ما حتى شي حاجه، داكشي على طبيعته غنشارك معكم كيف ما هو باش ما نكذبش عليكم، والله ما غنمشي نزوق حيت باش نصور، لا داكشي على طبيعته. وكا كان عندي بصح الوقت وكا كان دماغي مريقل وما عياناش ايه نقدر نصمك ونسول وبزاف الحاجات، ولكن اختكم دقدقه ديال بصح عرفتي دقيقه دقيقه ديال المكانه راه زايده فيا غير باش نعس قسما بالله العلي العظيم. ايوا المهم غزات ديالي خليكم معايا نمشيو نطلعوا الحواله ولا يذبحوهم لتحت، مازال ما قررناش الصراحه فين غادي نذبحو، نشوفوا واش نذبحوهم لتحت ولا الفوق في السطح. وداك الساعات اللي درتو اكيد غادي نشاركو معاكم، ما تنساونيش من لايكاتكم دابا اختي، خلي لي لايك وخلي لي لايك وخلي لي لايك. واي ما تديش عليا البنات انا ضحكه وفي نفس الوقت شوفوا والله حتى مدكدكه قسما بالله، حتى راني غير جمعت بيت الناس والله الا مازال مدكدكه واخا فيزيكمون مازال. يلا جمعت انتم جمعت غير بيت النعاس وصافي. ايوا المهم يلا خليكم معايا الغزات ديالي، ومبروك عواشركم وعيدكم مبارك مسعود مره واحده اخرى. الله أكبر الله أكبر.
أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الدور الثاني الأول دابا تيتسلخ. الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده نزيون ياكي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد. إيوا هنايا لالا لو أيوم هادي خدامين دايرين الشعالة باش يشويو الراس. وسلم تسليما. فين هما الريوس؟ اه راهم الداخل. الله اكبر الله اكبر الله. لا راهم الرجال. لا اله الا الله. برافو عليكم. الله اكبر. كون غير بقينا كنطقوا على الديور ونقولوا لهم يعطيونا الريوس والكرعين نشويوهم لهم نديو الاجر. عندكم شي يتحرقوا لكم؟ لا يمشيو يتحرقوا زعما تمشي لهم بلا الجلده وكلشي. عندكم شي حاجه باش كتقلبوا داك الشيء ياك؟ ولكن الراس راه خصك تقلبوا هذاك التحتاني هذاك. لا شتي شنو قلت لك؟ او مازال فين مازال؟ مازال من التحت. ايوا داك جا هذيك كلها راه تشوطات. ها شتي؟ يلا الله يعاونكم. اوه هاد رائحة مجهدة كاع ديال الدخان. زولا زينب زولا تخنقي. وهنايا ماما تكلفت بولفاف. مازال يا بنتي.
هانتوما باقي القلب، باقي الكبده، تبارك الله. هنا درنا غير كبيده وحده صافي. راجلي مسكين مشى الخدمه البنات والله. هادي دابا 11، حنايا عاد غادي ناكلو، راه مازالين صايمين. غادي نديرو بولفاف بالنسبه للكبيده، كناخذو هادي وكنديروها في المجمر، كتصهد ومن بعد كنقطعوها طرونش عاود كنردوها، ومن بعد عاود كنقطعوها بحال هذا الشكل هذا مكعبات، كنديرو فيهم مليحه والكمون وفلفل احمر وكنردوهم صافي هكذا بولفاف قطيبات يتصهدوا فوق من المجمر. انا كناكل هكا، كتعجبنيش ناكلها بالشحمه، انا ضروري خص الكبده بوحديتها وخلاص. راجلي مسكين راه ماكلاش والله ماكله، غير دا معاه صوبنا له قطيبات ودرنا له بحال شكل سندويتشات. ايوا مشى صافي. بالنسبه للحواله هما هادو، ها هما كملوا تبارك الله ما شاء الله، خرجوا غزالين ما شاء الله ما شاء الله. اليوم البنات راني سلخت اول مره كنسلخ في التاريخ، ولا كيجيب شنو درت لهم في الحوالي. شوفوا شوفوا شي لحم طيرتو شي خليتو، والله يدور دخلت فيها. المهم ماشي مشكل، المهم مشاركه ماشي الفوز. ولكن تبارك الله ما شاء الله خرجوا فنين، كبيدات ديالهم فنين، رياتهم صافيين. المهم ما لقيناش حس المشكل لحد الان، وحنا غنخليهم دابا هنايا ما حد ما كاينه لا شمس لا والو، غنكحزوهم هكا الوسط باش يضرب فيهم الهواء مزيان. ومن هنا للعشيه ان شاء الله الا تشمعوا اكيد غادي نفصلوهم، ما غاديش نخليوهم ان شاء الله باذن الله. ايوا هذا الشيء ما كاين غزالات ديالي، باقيين ما قصناش بصفه نهائيه في الدوار. دابا غنفطروا هو الاولاني وعادي حلها في الدوار. زين نهار اليوم صحه عيدكم، زين نهار اليوم مبروك عيدكم، زين نهار اليوم صحه عيدكم. وهذا هو الفطورنا البنات المتواضع كيف ما كتشوفوا، كنديروا اتاي وكنديروا البولفاف صافي، ومع شويه ديال زويتنات وكنفطروا. بالنسبه حنا في القاعده ديالنا ولا في العادات ديالنا، حلينا عينينا على واحد الحاجه ديال بابا كيدبح، حتى كنذبحوا ونسالي ونجبدوا الكبيده وكنفطروا على بولفاف. يعني ما كنوجدوا لا فطور لا حتى شي حاجه، يعني كنبقاو صايمين حتى كنفطروا بولفاف. هكا مشينا وبقينا غاديين على هاد القاعده هادي. دابا يلا عاد وجدنا، باقي راه تيتشوى، غادي ندوزوا دابا باش نفطروا، ومن بعد ان شاء الله عاد غادي نتلاقاو باش نمشيو نصوبو الدوار. الدوار خلاص هي اللي بقات تما، كلشي زعما دابا تصوب، الحولي ناضي وكلشي نقي، هادي الريه القلياب كلشي مهم تنقى وكلشي تقادد، بقات غير الدواره بوحديتها اللي خاصها عاد تصوب. المهم من بعد نفكو راسنا وناكلو باش ما تجينا سخفه لا والو، من بعد ان شاء الله عاد نوضو عاوتاني التماره ديال داك الدوار. وبصحتكم وراحتكم حتى نتوما فطوركم. ها هي حنا كتصوب في الدواره، ماما تاهي كتصوب ليا في الدواره. بابا تيسيق وانا جالسه وانا كنرتاح، كيخلاتها لينا خلات بلاصتها والله وانا تنرتاح. ماما كتصوبي طلقت العرايس، هي شو سميتها طلقت العرايس، هي المعيده. غزالة الدوارة بيضة كتحمق. حنا كنصوبو كنقشرو الدوار، كنقشروها حنايا. المهم بالنسبة كاين اللي ما كينقيهاش، حنا ضروري كنقيوها وكنزولو داكشي كامل اللي فيها.
كنخليو حتى شي حاجه عارفه تبقى هذه. ولكن تبارك الله شوفي كيفاش بيضه بيضه بجوجهم نقيه. شوفي هذا الضخليني ديالها شوفي كيفاش دايره تبارك الله. هادشي دابا غادي دار له الماء سخون، كدير لها بحال هكا في الماء سخون وترقديها غير واحد شويه كتهزيها وهادشي كله كيزول. عندك هادي وعندك هادي الدوار هادشي كله كنزولوه، وحتى هادي نديرها بحال اللي عند ماما كتصوبها دابا. هاديك الكبش وهادي ديال الكبش لا مازال يجمعوا فيها هادشي ديال الدوار. مزيد نهار اليوم صحايدكم، مزيد نهار اليوم بروك عيدكم، مزيد نهار اليوم صحايدكم، مزيد نهار اليوم بروك عيدكم. حمتي في الحمام، حمتي في الحمام، ان شاء الله تزول هاد الغمة، مبروك عيدكم، ان شاء الله تزول هاد الغمة، مبروك عيدكم، مزينو نهار اليوم صحة عيدكم، مزينو نهار اليوم مبروك عيدكم، مزينو نهار اليوم صحة عيدكم. مزينو نهار اليوم مبروك عيدكم، مزينو نهار اليوم صحا عيدكم، مزينو نهار اليوم. من بعد من الروينه اللي كدوز صافي سالينا واخيرا انا البنات قررت بان ان شاء الله هذا العام ندوزوا العيد هنايا في السطح، يعني ما ندخلش كاع للدار. دونك داكشي اللي درت ما دخلناش كاع للدار، جلسنا هنايا في السطح، دوزنا العيد في السطح كامل. يعني باش ما تبقاش هكا الدنيا عندي مرونه وداكشي، حتى من الطبله طلعتها ودرتها هنايا حيت كنت في داك الايام زبطتها لتحت، طلعتها ودرتها هنايا. وهنايا فين وجدنا الماكله وكلينا وتجمعنا وجلسنا. من بعد هكذا من بعد ما سالينا من الماكله اكيد خاصني عاود نقاد الدنيا شي شويه. صافي اللي كنهبط هكذا كنقولوا يلا هبط في يديك شي حاجه، تيهبطوا هكا في يديهم شي حاجه. ولكن المعينات وداكشي كلشي غسلته هنايا في السطح بتيدو جافيل، يعني ما باش ما كتبقاش داك المريره ديال العيد وريحه ديال الدم وداكشي في قلب الكوزينه. سورتو راكم عارفين الدبان ما نقولكمش، يا سلام خصو غير عليا شي يتجمع. ايوا صافي عاد جلست غسلت المعينات وداكشي اللي كانوا حاجه اللي هكا هبطوها لي في يديهم. انا جلست كنجمع هنايا، سيقت البيوتا سوا هذا سوا الاخر اللي ديال الضياف عاود الاخر اللي ليه، وقادت كلشي. عاد مشيت عاوتاني ضربت للسطح واحد لاتي مولاتي حكا وتسيقه في تيدو جافيل. المهم ما كي قلت لكم ما هبطش حتى خليت الدنيا كلها مرصيه خلاص. ما نكذبش عليكم هذا العيد كان مغاير 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 لواحد الدرجه ما تتخيلوهاش صراحه. هذا زوين بزاف وما كاينش ما احسن من مع العائله. انا الصراحه ما تشاركتش معكم بزاف 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 ديال الحاجات، لان صراحه راكم عارفين اي واحد كيبغي كيبغي داكشي يبقى ديالو، ما كيبغيش يبينو الاخر. وبحكم انا دايره اليوتيوب فانا كنحاول انني نتقاسم معكم شي حاجه اللي كنبغي نديرها انا، فما نقدرش انني نحكم على واحد اخر انني نبين بزاف الحوايج ديالو هو، يعني حريه ديالو
هذيك وما قدرش انا نتدخل فيها، ورأيي ديالي ما قدرش نتدخل فيه وداك الشيء. علاش ما صورت لكمش بزاف ديال الحوايج اللي كانوا زوينين، بزاف ديال الهضرات اللي حتى هما كانوا زوينين، والضحك والنشاط وهذا. وما كرهتش انني وكن داك الشيء كله نتقاسمه معكم، ولكن راه ما يمكنش، راكم كتعرفوا ملي كتكونوا مجموعين مع الحباب ومع العائله كيكونوا شي هضره ولا هذا، يعني الواحد كياخذ راحته في الهضره وكلشي، وانا ما يمكنليش داكشي كله نبارطاجي. كيف ما قلت لكم هو ماشي شي حاجه اللي عيب ولا حرام ولا لا، بالعكس، وانما يعني مهم ما عرفتش المهم والله ما عرف كيفاش غادي ندير نفسر لكم، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. المهم صراحه داز زوين 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 بزاف بزاف بزاف. ومني كيدوزو كي بحال هاد الاعياد وداك الشيء، كنبقى كنقول انا غناخد وعد مع راسي عمرني ولي نعاود ندوز العيد بوحديتي، دائما خصني نكون مجموعه مع العائله. ورغم ذلك كتجي ظروف اللي كتخلينا اننا بصيف علينا عندنا التزامات في الحياه، عندنا خدمه، عندنا بزاف د الحاجات كتجبرنا على اننا نجلسوا في ديورنا. وكذلك عاوتاني العائلات راكم عارفين حتى هما راه عندهم ديورهم وعندهم هذا، فما يبغيوش كل عام يدوزوا عندك العيد ولا هذا، كيقول لك اجي انتينا دوزي عندنا، فباش حنايا نهزوا راسنا نمشيو راه كاينه خدمه ديالي، خدمه ديال راجلي، بزاف ديال الحاجات. ومن غير هذا الشيء هذا صافي كتجي الظروف هي هذيك، صافي كان كل واحد كيعيد في دارو. ولكن عاوتاني غنقولها دابا، وتا راجلي قالها الصراحه، قال لي عمرني ولي نعاود ندوز العيد بوحديتي هنايا، اما زعما شي حد يكون عندنا، واما ضروري حنايا نكونوا مجموعين مع العائله، لان الصراحه الجو ديال اللمه بوحديتها ما راه ما يمكنش، وسبحان الله العظيم الوالدين ما كيتعوضوش، وخاصنا نستغلوا الوقت الكافي باش نكونوا مجموعين معاهم وجالسين معاهم. والله يطول في عمرهم، والله يخليهم لنا، واللي ما تولوا يا ربي يا ربي لما ترحمهم في هذا العيد هذا، هذا الشيء اللي كاين. وانا كيف ما كتشوفوا غزاز ديالي هبطت على الدروج، لان بما انني سيقت هذه البلاصه كامله ديال البيوت وهذا الكولوار وفي الداخل ديال السطح وهذا، فاكيد هبطه هبطه غادي نهبط على الدروج كاملين، ولان الدروج راكم عارفين طلعوا الحواله وداك الشيء، فراه ضروري كي شو سميتو كيديروا شويه ديال الترسه. هبطت على هذا الشيء كله، اكيد ما الوسطي حتى هو ما كنتش مجفاه وداك الشيء، دخلت الحمام حتى هو قديتو، لان من بعد كل واحد مشى كيدوش وداك الشيء، عاوتاني حتى هو غير صيتو، اما كنت كل شيء حكيتو قبل وهذا وقديتو، مشيت غير صيتو ودوزت عليه حتى هو هكا، بجيت قعدت حطيت له لي طابي ديالو، وعاوتاني خرجت جففت عاوتاني هذا الشيء كامل وصافي. وانا وصلت لهنايا الجهه يعني الوسطي، ساليت الوسطي باش نهبط لسفلي، وبابا مسكين يقول لي واه هذا هذا. والصراحه والله العظيم البنات الا تقسم لي الظهر، علاش راني جالسه كتشوفوني كنجف في الدروج وبالجلسيه، لان راه صعيب الحال فريمون عييت. يلا البنات ساليت شغالاتي، هبطت اختي دارت زعلوك ديال الشيفلور كيف ما كتشوفوا، وهنايا بقى واحد شويه ديال الكبيده ديال بولفاف داروها، شوفوا هي شويه داروها مشرمله، وهنايا يا لالا داروا بطاطا مشرمله. انا ما دخلتش صراحه كاع الكوزينه، هنا داروا الرز يتسلق باش يديروا الشلاضه، انا حدي ها انتما البنات حدي درت هادي الدوار، طيب الدوار، ولكن هما اللي داروا هادشي كامل. هنا عاوتاني سلقوا المخ باش يقادوه، وهنايا جبدنا واحد الدجاجه باش غادي نفوروها، لان حنا كاملين ما كناكلوش الدواره، كاملين بينا في الدار اختي غير كدوق، يعني جوج صديقات ما تزيدش عليهم، عندكم انا واختي وخويا وبناتي كاملين ما كندوقوش الدوار، دونك غادي ياكلها غير انس وماما وبابا ولؤي، وكذلك زعلوك، غير هاد الزعلوك هذا داير تقريبا بحشكل ديال الخردوله المهم فيه الفلفله وفيه، حيت زعلوك انا ماما كيدير غير مطيشه وبدنجال، هنا لا هنا راه كاين مطيشه ودنجال وفلفله المهم كيف ما كتشوفوا. وصافي واخيرا سالينا الروينه ديالنا وسيقنا وقدينا كلشي، ولكن تدقدقنا ديال بصح متصالحه مع ذاتي لاقصى حد باش انني كنصور لكم فيديو بهذا الشعكوكه دايره بحال هكذا
والدنيا هانية. عرفتي البنات، سيقت سطح البيوت، هبطت على الدروج، حمام بيت البنات، بيتي، صالون هنايا، هبطت على الدروج، بابا مسكين قال لي صافي بركة عليك مشى كيعاوني في الدروج، هبطت لتحت مشيت رصيت الكونجيلاتور ما كنتش مرصية عاد رصيتو، قديت الكوزينة كاملة حيت المعنات وداكشي ديالي كاملين، مشيت كنقادهم، ماما مسكينة تاهي راه عيانة ما نقدرش نخليها دير أي حاجة، يعني كل حاجة، مشيت رصيت المعنات وداكشي على يدي أنا وقديتهم وهذا، قديت الثلاجة حتى هي، ختي مسكينة هي اللي سيقات. المهم البنات وتدقدقنا وحق الله الا دقدقنا ديال بصح، اقسم بالله ما قاد نلبس ما قاد. دابا شنو غادي ندير؟ يلاه سالينا، دابا غادي نمشي نيشان نضربها بواحد التدويشه وغادي نمشي نرتاح، راه لا يمكن ما نقدر ندير حتى شي حاجه واحده اخرى. عييتي تانتينا مسكينه، وعاد تبعنا الفصاله ديال الحولي، ما عرفتش شنو غيديروا، واش يفصلوا اليوم ولا حتى الغدا، كاو حق الله الا كاو.